مرحبا. فريق الأرسنال اليوم عزوم على مطعم براس الخيمة. وين بالضبط؟ خلينا نشوف مع بعض. خير من أرسنال إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة وإيجابية في كل مكان وكل زمان يا جماعة الخير دائما وأبدا. قصة اليوم حتكون برأس الخيمة. المطعم إحنا فيه حاليا فتح صار له تقريبا 7 شهور فقط لا غير، بس ما شاء الله عليه رجل بشكل رهيب. اليوم إحنا جايين نجرب الأكل اللي عنده السيجنتشر ديشز عندهم، اسمه البيت الحلبي، مطعم البيت الحلبي برأس الخيمة. حلب لحالها توديك بعيد زمان، تاريخ عريق، حضارة، طريقة الكلام، طريقة الطبخ، طريقة الحكي، طريقة الأكل نفسها بتضلها بالبارد بالمخ. طبعا المشاوي لازم مشهورة نجربها طبعا أكيد، بالإضافة للمقبلات اللي بتجنن على الطاولة بحكم إنه فصل الشتاء دخلنا عليه هلا يا جماعة الخير، فالشوربات ما شوربات بس طيبة يا زلمة، طعم الشرب والله طيبة بتجنن، ما عليها كلام ما عليها حكي. فرصة الواحد يروح على راس الخيمة عشان الجو بيكون أبرد. بطريقكم مروا على البيت الحلبي، بدوا عنده أطيب الأكلات، تستمتعوا بأحلى عشاء وغدا ويقول انجوي 100%. طبعا بيت الحلبي يا جماعة الخير للتنويه بس إنه عنده قسمين، قسم للعائلات وقسم مفتوح open للببليك. يجي على الكبة، الكبة الحلبية ما طيبة. It's good. جميلة يا جماعة الخير. التقييمات 9/10، 9.5/10. هاي سمبوسة الجبنة طبعا. الله، اوه حبة البركة طبعا، طعمها كثير رهيبة بتجنن. باختصار المقبلات عندهم ولا غلطة. بدي حلبي احسنت كلكم، ولدان. ندخل على المشاوي الحلبية. لما وصل الكباب على الطاولة كان موضوع مختلف كليا، يعني بكفي لحاله هيك الدخنة طالعة من التري او الصينية الموجودة على الطاولة، منظر الكباب مصفط جنب بعضه ما بعرف، خلص الموضوع كان جدا خارج نطاق السيطرة كليا. مجموعة المشاوي اللي عندهم هنا بتكون من 3 انواع كباب. عندك الكباب الحلبي، الكباب اللحم العادي من هم نعرفه، وكبة بالسيخ. تمام، شايفه اليوم كاميرا يجي من فوقها هيك بالضبط، هاي كبة بالسيخ. طبعا غير طبعا اكل التكة، وعندك الشيش طاووق، وعندك العرايس، كباب البتنجان، يعني ما شاء الله منوع منوع بطريقة كثير فظيعة ورهيبة. اتاك كبة بالسيخ طيبة طيبة، كبة بالسيخ طيبة، 9/10 تقييم دايركت، ما فيش مرحمين. جرب التكة المهمة، تكتم لعين عليها 9/10. لهلأ النجاحات عم تصعد فوق ما شاء الله عليهم. attention to details يا جماعة الخير، attention to details. عندك انت الباكت جواته تلج، يعني very nice move صراحة. في اي بزنس من بزنسز الاكل تعطيك برضو افكت مرتب، تعطيك برضو هيك value، تعطيك value للموضوع. نجرب الكباب الحلبي، ميزته انه خضاره اقل من الكباب العادي. مشاويهم زاكي كثير والله، مشاويهم زاكي كثير يا محمود الحقيقة. يا الربع، يا المشاهدين، يا اصدقائي، مشاويهم طيبة فعلا، مش ناشفة، مش يابسة، ما بتشعر انه محروقة وانت بتاكل فيها. صراحة يا جهاد راحت عليك، اسمح لي، خليك غاطس بشغلك انت، خليك. الكباب الحلبي 9.5/10. شو طبوق يا جماعة الخير هلا مهم دوره، 9.5/10 صراحة بيستاهلوا. لا والله صراحة الحق يقام، حقه غالي محمود. الطعمة او مخة بس طعمها رهيبة، بكمل اكل. نبارك عليه ما شاء الله عليه، نبارك له ما شاء الله، عنده رجل كويسة ما شاء الله. جربنا الكباب، شيش طاووق بجنن، تكة رهيبة، كبة بالسيخ زي حد زيي. في مطاعم بيعملوا عرايس كتير خميلة،
اللحمه كثير جميله وهي قليل فطعمتها ما بتطلع رهيبه. بالانس طريقه رهيبه كثير صراحه، بالانس طريقه كثير طيبه، لحمتهم طيبه عن جد فعلا. يعطيكم الف عافيه يا رب. بيرفكتو بيرفكتو. احلى جدعان احلى شباب بالبيت الحلبي. مسحي 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 لا لا الله يعطيك العافيه شباب، طيب كثير يسلموا كثير. يا جماعه الخير بس عشان ما ننساش الموضوع عن جد 100% بدون مجامله، الكواليتي عندهم جدا جدا خرافي صراحه، ستاندرد عندهم عالي كثير ما بيزروش عن الستاندرد هذا، السلطات خرافيه، الاكل الرئيسي المشاوي بتجنن، اتنشن تو ديتيلز اللي هي التفاصيل هاي الصغيره هي بتلعب دور كثير كبير على فكره، الواحد يقدر ينتبه لها ويقدر عن جد انهم كيف تعبانين على المحل وتعبانين على حالهم وشغالين على حالهم مضبوط. ثانك يو كثير بيت الحلبي. موقع مطعم بيت الحلبي يا جماعه الخير مكانه وين؟ راك بانك اللي بشام محمد بن سالم، شام محمد بن سالم تمام، مقابل راك بانك عندك مطعم البيت الحلبي. جوجل مابس فيري ايزي، كانك انت اذا نازل من جسر تبع النخيل على دوار الصدف ماخذ دوار يسار حصل المطعم على اليمين، والعكس اذا انت جاي من دوار السفينه حصلوا على الجهه اليسار. عليكم محتوى ثامز اب جديد في القناه، اسعدكم سبسكرايب، شوفوا طبعا اكيد بفيديو جديد قريب جدا. يلا سلام، بيس.